أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة من ندوة الأسبوع بعنوان اليونيفيل مهمة على حدود الاشتباك. نحن نقف تماما على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. خلفنا تبدو هذه البراميل الزرقاء التي وضعتها قوات اليونيفيل على إثر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في يونيو عام 2000. وضعت هذه البراميل لكي نرسم فيما بينها خطاً سمي لاحقاً بالخط الأزرق، واللون الأزرق طبعاً نسبة إلى اللون المعتمد لقوات اليونيفيل. هذا الخط هو طبعاً خط الانسحاب الإسرائيلي وليس خط الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. ونحن متجهون الآن مباشرة إلى الناقورة لنتعرف أكثر على مهمات قوات اليونيفيل مع ضيوف. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة من ندوة الأسبوع، نقدمها لكم من الناقورة. هي آخر نقطة حدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. تريد تل أبيب أسرلة اليونيفيل، هذه كانت عبارة لأحد الصحفيين اللبنانيين منذ أشهر قليلة. الآن وبعد التمديد الروتيني لمهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان لمدة عام بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، رحبت إسرائيل بالقرار الذي صاغته فرنسا، وقالت الخارجية الإسرائيلية إن أهميته تكمن في دعوته اليونيفيل إلى التصرف بشكل موجه وذات دلالة لمنع حزب الله من تعزيز ترسانته العسكرية في جنوب لبنان. ما معنى هذا الكلام؟ خاصة أنه ترافق مع حديث عن ضغوط أمريكية لتعزيز مهام قوات القبعات الزرق وعن تفعيل الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية ومطالبة اليونيفيل بتجريد المقاومة من سلاحها، علما أن الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا استمرت على مرأى ومسمع الجميع في انتهاك فاضح للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701. وقد أحصى لبنان بالفعل نحو 7000 خرق منذ صدور القرار في الرابع عشر من آب 2006 ولغاية عام 2010. ما دور قوة اليونيفيل في هذه الحال؟ كيف تتعامل مع الخروقات الإسرائيلية؟ ما صحة الكلام عن خلاف فرنسي أمريكي وقع في أروقة الأمم المتحدة قبيل التمديد لمهمة اليونيفيل؟ لماذا رحبت إسرائيل بقرار التمديد؟ وهل يكون ذلك بداية لحصار المقاومة؟ اليونيفيل مهمة على حدود الاشتباك هو عنوان ندوتنا في هذه الحلقة الخاصة لهذه الليلة. نستضيف فيها هنا من الناقورة المتحدث باسم اليونيفيل السيد أندريا تيننتي. أهلا بك سيد أندريا، الرئيس السابق لفرع الاستخبارات استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب، العميد الركن المتقاعد السيد علي شحرور. أهلا بك جنرال، وأستاذ القانون الدولي الدكتور عمر نشيبي. أهلا بك دكتور عمر، أهلا بكم جميعا في هذا الموقع الاستثنائي على الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلة. اسمح لي أن أبدأ مباشرة معك جنرال. صار في كلام وأجواء معينة عن مسألة التمديد لتفويض الممنوح للقوات الدولية قوات اليونيفيل، وكما استمعنا إلى أكثر من جهة إسرائيل بشكل خاص رحبت بهذا القرار، لا نعرف لماذا رحبت، علما أنه كما قرأنا تقريبا لم تتغير المهمة أو التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل. في خلافات بأروقة الأمم المتحدة تمت بهذا الصدد، ما معلوماتكم عن هذا الموضوع؟ أساسا الحلم الإسرائيلي والتي تريد إسرائيل تحقيقه هو التغيير في قواعد الاشتباك بالقرار 1701 وتحويله من الفصل السادس إلى الفصل السابع، يعني استخدام القوة العسكرية. استخدام القوة العسكرية هيدا حلم ما تحقق ولن يتحقق، وهيدا اللي عم تحكيه حضرتك
انه رحبت بالقرار، هيدا لتغطيه عجزها ولتغطيه الخساره التي منيت بها، الخساره السياسيه التي منيت بها في اروقه الامم المتحده. اول شيء انا بدي انتهز هالفرصه لوجه تحيه لشجاعه او للموقف الشجاع للبعثه اللبنانيه في الامم المتحده في مجلس الامن وللمندوب الفرنسي والايطالي والمصري اللي كان داعم بشكل فعال للموقف اللبناني، لانه الامريكي فرض ضغوطات كبيره على المندوب الفرنسي لمحاوله تغيير بعض البنود في القرار 1701. الفرنسي صمد بشكل كبير، سينده الايطالي، واكيد الفرنسي بناء لطلب البعثه اللبنانيه. نعم. ودعموا الروسي والمصري. اللي كان طالبه الامريكاني اكيد بطلب من اسرائيل وبدعم بريطاني وبتأييد من الاوروغواي بالجلسه اللي صارت ب 30 اب، اللي كان طالبه هو ان تعزيز او اعاده انتشار الجيش اللبناني في قطاع جنوب النهر، جنوب نهر الايطالي، وتعزيز انتشاره ب بنشر لواء اضافي. نعم. اعترض عليه المندوب اللبناني وقال لانه الجيش مشغول بمناطق تانية مثل الحدود الشرقيه، والاخطر من هيك كان طالب الامريكاني واكيد بطلب اسرائيلي ان يسمح لليونيفيل بدخول الاملاك الخاصه وتفتيشها، منازل المواطنين، وتفتيش منازل المواطنين. هيدا الامر خطير جدا. نعم. هيدا لوحده بغير قواعد الاشتباك وبينصف المعادله اللي هي جيش واهالي ويونيفيل. لانه البيئه الجنوبيه الاهالي بيئه حاضنه لليونيفيل وبيئه محبه لليونيفيل، واليونيفيل عم بيقدم مساعدات كثيره. هيدا اساسا مذكور بالبند السادس بالقرار 1701 لتقديم المساعدات الانسانيه والماليه. نعم. للقرى. في مساعدات هائله عم بيقدمها اليونيفيل وفي علاقه محبه واحترام. هيدا البند ينصف هاي المعادله. لماذا صارت هذه الضغوط وتم يعني الطلب بهذا الشكل من قبل الأمريكي وطبعا من وراءه الإسرائيلي؟ في هدف محدد، يعني في اتهامات مباشرة أن حزب الله يكدس ترسانة عسكرية أو يهرب أسلحة وغيره، ومن هنا تأتي خشية الأمريكي والإسرائيلي. مش صحيح، مش صحيح، ما في ترسانة أسلحة ولا في تكديس أسلحة ولا في حتى سلاح ظاهر بالجنوب. نعم. ولا حتى في نعم. هذا ممكن سيد تننتي يجيبنا عنه بشكل يعني عن كثب، ونحن في الواقع يعني على طول الطريق من بيروت إلى الناقورة لم نرى أي ظهور مسلح أو أي تحركات من أي نوع مما يحكى عنه. لماذا برأيك هذه الاتهامات بأنه حزب الله يكدس أسلحة، حزب الله يهرب بمنطقة نهر الليطاني؟ هل ترون ما لا نراه نحن، يعني في تحركات مشبوهة عسكرية للمقاومة من هذا النوع؟ من أين يعني جاء هذا الاتهام؟ Yeah, first I would like to say that once again in relation to the مرة أخرى فيما يتعلق بالقرار، أخرج قليلا عن هذه الشبهات. الآن تم تجديد التفويض، نفس التفويض 17-01. هناك بعض النقاط المختلفة التي تم بحثها بالقرار، بعض النقاط التي تطالب بعثة الأمم المتحدة أو اليونيفيل بالبحث في سبل لتعزيز الجهود بمراقبة الوضع في جنوب لبنان.
فيما يتعلق بإدخال الأسلحة بهذه المنطقة، منطقة عمليات اليونيفيل جنوب الليطاني إلى الخط الأزرق، وهذه المهمة يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وأعود الآن إلى الأسئلة التي طرحت. نحن لدينا أكثر من 400 نشاط نقوم بها بشكل يومي، 13,000 مهمة نقوم بها، أنشطة مختلفة على مدار 24 ساعة، نقوم بدوريات مع الجيش اللبناني، دوريات في مختلف الأماكن بهذه المنطقة، من خلال المراقبة نحن لم نلاحظ أي أدلة أو لم تقدم إلينا أي أدلة عن أسلحة جديدة، أسلحة دخلت إلى جنوب لبنان. مرة أخرى، تفويض اليونيفيل بين النهر الليطاني والخط الأزرق بهذه المنطقة نستطيع أن نمارس عملنا، ولكن مرة أخرى مجلس الأمن قد طلب وتم تبني القرار بالإجماع كما قلت، وهناك اتفاق على تمديد التفويض، ولكن هناك طلب بتكثيف جهود اليونيفيل بمراقبة منطقة الجنوب، ولكن أيضا مراقبة كل الانتهاكات، وأيضا هناك مطالب بإيجاد آلية جديدة من أجل توفير المعلومات حول الانتهاكات بشكل دوري. أيضا هناك نقطة مهمة أخرى، وهي التي تتعلق بتقوية وتعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وهذا الهدف الأساس للمهمة، هذا نقوم به منذ عدة أعوام، وهذا ليس بتطور جديد. كما أننا نرحب بزيارة وزير الدفاع السيد صراف، وزير صراف عندما زار اليونيفيل تحدث وأكد تعزيز مهمة الجيش اللبناني. أثرت أكثر من نقطة سيد أندريا، مراقبة الانتهاكات مثلا، ونحن تابعنا أكثر من مرة وفي أكثر من مرحلة الانتهاكات الإسرائيلية، الخروقات الإسرائيلية للحدود للقرار 1701. ما دور اليونيفيل تحديدا في أي خرق يتم من قبل إسرائيل بلحظة الخرق؟ We are concerned with all violations. نحن معنيون بكافة الانتهاكات من قبل كل الأطراف، ونحن نقوم بإصدار التقارير حول كل انتهاكات. كما أننا نتحدث عن هذه الانتهاكات خلال الاجتماعات الثلاثية، وربما هي الآلية الأفضل. هذه الآلية عبارة عن اجتماعات تعقد بشكل شهري قرب هذا المكان، حيث كل الأطراف تجتمع مع اليونيفيل من أجل بحث المواضيع المرتبطة بتنفيذ قرار 17-01 وحل المشاكل المتعلقة بهذا القرار. بالتالي نحن ننظر بجدية إلى كل هذه الانتهاكات. إذا كنت تشيرين إلى الانتهاكات الجوية، هذه انتهاكات خطيرة لقرار 17-01، وهذه انتهاكات الجوية أيضا تقود مصداقية اليونيفيل ومصداقية الجيش اللبناني بمراقبة الوضع، كما أن هذا يتناقض مع دور اليونيفيل، هذا الدور الذي طلبنا من أجله. تحرجكم؟ هذا يؤدي إلى تعزيز التوتر. يعني يبدو وكأنه الموقف محرج نوعا ما بالنسبة لكم، تحرجكم بالتأكيد هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ عموما الانتهاكات بشكل عام يجب أن نعالج انتهاكات عموما، وهذه من المخاوف اليونيفيل عندما نعالج المواضيع المتعلقة بالانتهاكات. لهذا السبب نحن لازلنا نعمل بجنوب لبنان، ولكن يجب القول أيضا على الرغم من التحديات التي نواجهها، وهذه النقطة وعنصر أريد أن أركز عليه، على الرغم من ذلك خلال الأعوام 11 الماضية جنوب لبنان شهد فترة من أكثر الفترات استقرارا في هذا التاريخ الحديث، وهذا أمر غير مسبوق، هذا الاستقرار في جنوب لبنان. أنت زرت جنوب اليوم ولاحظت أن الجنوب بحالة مزدهرة، بالتالي يجب أن نعمل على هذا، ننظر إلى المستقبل ونتحرك أيضا إلى المستوى الآخر، مستوى أعلى. ولكن انتهاكات بالتأكيد، انتهاكات مسألة جادة، ونعالج هذه المشكلة بشكل يومي مع الأطراف خلال الاجتماعات الثلاثية ومع نيويورك، وأيضا نعالج مواضيع لذكر مع جانب الإسرائيلي. واضح في الواقع هذا الاستقرار الذي تعيشه هذه المنطقة واللي تحدثت عنه. دكتور عمر، ماذا تريد الولايات المتحدة من اليونيفيل في هذه المرحلة، ولماذا هذا الإصرار على تغيير أو تعديل التفويض الممنوح للقبعات الزرق؟ اسمح لي بداية أن أشكر الميادين على اختيار هذا الموقع. هنا تستطيع الكاميرا أن تصور هذه الأراضي
هذه الأراضي التي تم تحريرها، هذا لبنان الذي تحرر، وواجب الأخلاقي يقتضي أن أوجه تحية إلى عوائل الشهداء. فهذه الأرض تحررت بفضل كل هذا الصمود لأبناء الجنوب ولكل لبنان، ووقوف كل اللبنانيين والإخوة العرب وأصدقائنا الدوليين معنا. أما بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة، فهناك تجاوزات عديدة للأصول الدبلوماسية قامت بها رئيسة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة السيدة نيكي هالي. وأهم التجاوزات هو حديثها وكأنه يتجاوز السيادة الوطنية اللبنانية. أساس والإطار العام، الإطار القانوني في القانون الدولي والإطار العام للقرار 1701، وإحدى أهم الركائز ميثاق الأمم المتحدة هي السيادة الوطنية المتمثلة بالجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو السلطة الأساسية في كل الأراضي اللبنانية، وهذا مبدأ في القانون الدولي وفي القانون المحلي وفي الدستور. ووظيفة الأمم المتحدة كما ورد بشكل واضح في القرار 1701 هي مساعدة الجيش اللبناني والمونيترينج المراقبة طبعا وإرسال تقارير. المصدر الأساسي لأي نوع من معلومات عن أو ادعاءات ومزاعم عن تكدس السلاح هو التقارير التي تصدر عن اليونيفيل. هذه التقارير نفت بشكل قاطع على لسان رئيس اليونيفيل، قائد قوة اليونيفيل في لبنان، الذي بالمناسبة تعرض لهجوم شخصي، الجنرال مايكل بيري. نعم، تعرض لهجوم شخصي، وهذا خروج عن الأصول الدبلوماسية. هذا الضابط هو ضابط إيرلندي يعمل في إطار الأمم المتحدة في إطار قانوني واضح، لديه مهمة ليست مهمة شخصية كي يتعرض لهجوم شخصي. تعرض لهجوم شخصي من المندوبة الأمريكية. من قبل المندوبة الأمريكية وسمته بالاسم، وكأن الموضوع يعود لقرارات فردية أو شخصية يقوم بها. هذا أمر يخرج عن الأصول الدبلوماسية ويفاجئ العالم بهذا الأداء الذي يدل على نقص في النضوج السياسي. ويبدو أن هذه سمة النقص بالنضوج السياسي هي سمة الإدارة الجديدة في واشنطن. من هنا السؤال، ماذا تريد الولايات المتحدة من اليونيفيل تحديدا؟ الولايات المتحدة طبعا موقفها يتطابق مع الموقف الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن ليست مرتاحة من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2006، وبالتالي هي تشعر أنها لأول مرة بعد أول نصر عربي على هذا الكيان الغاصب تشعر أنها في موقع ضعف، وتشعر أن المقاومة وأن القوى التحرر يمكنها أن تهدد بشكل مباشر للتوصل إلى توازن في الوضع الميداني. وهذا التوازن كما يؤيد هذا الأمر معظم العلماء في العلوم السياسية هو أفضل طريق نحو التسوية العادلة والشاملة. هذا التوازن قائم اليوم، وهم هذا طبعا يزعجهم. فالتفوق العسكري الإسرائيلي كان دائما السمة الأساسية خلال كل المواجهات العربية الإسرائيلية. الذي تحقق في لبنان أمر مهم جدا. لدينا طبعا ملاحظات عديدة على القرار 1701، كان يفترض أن يكون هناك انتشار لليونيفيل في الجانب المحتل من فلسطين المحتلة أيضا. هذا أمر يعني من جانب واحد. على كل حال في لبنان والجمهورية اللبنانية كانت مستعدة للمرونة اللازمة للتوصل إلى وقف الحرب، الأعمال العدائية، ووقف الأعمال العدائية التي تركزت وركز الإسرائيلي على المدنيين اللبنانيين والبنى التحتية اللبنانية. وهذا من خلال المرجع المعلومة هو تقارير الاتحاد الأوروبي وتقارير الأمم المتحدة لاستهداف الإسرائيلي. والذي مؤخرا بعد هذا الفرستريشن، هذا التوتر الإسرائيلي لعدم التوصل لما أرادوه في الأمم المتحدة، خرجت الطائرات الحربية الإسرائيلية ترهب الناس وتذكرهم بالإرهاب الإسرائيلي على المدنيين وعلى المنشآت على الرغم من وجود الأمم المتحدة. 7000 انتهاك تحدثت عنه. كيف تحركت الأمم المتحدة ولم يطلب لبنان، يعني لبنان واقعي في سياسته بهذا الموضوع. مؤخرا صار في رسائل وتواصل مع الأمم المتحدة بأي انتهاك آخر، وكان بصيدة.
ولكن يعني نحن لا نتوقع أن الأمم المتحدة ستأخذ يعني إجراءات عقابية بحق إسرائيل لتجاوزها لقرارات القانون الدولي، لأن إسرائيل اعتدنا عليها تتجاوز القرار 242، القرار 338، القرار 194، رفض حق العودة، رفض يعني طريقة التعامل الإسرائيلي مع الأمم المتحدة هي وقتل الاعتداء على الأمم المتحدة، الاعتداء على قوات حفظ السلام خلال العدوان 2006، خلال العدوان من قبل. هناك عدد كبير من عناصر حفظ السلام في البلو بارتس الذين كانوا موجودين في لبنان منذ 78، وتم الاعتداء عليهم من الإسرائيليين، وطبعا المجتمع الدولي كان متماهيا مع الكيان الصهيوني. صار في اعتداء مباشر يعني ومجازر راح ضحيتها الكثير من اللبنانيين، مجزرة قانا مثلا اهم مجزرة قانا. اين حصل واين التقارير؟ هذا السؤال. ولكن في 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 يعني النهاية يقول وزير الخارجية اللبناني مثلا لبنان ربح المعركة الدبلوماسية والسياسية والقانونية في مجلس الأمن من خلال هذا التمديد من غير تعديل، علما أنه إسرائيل رحبت ربما فقط للإيحاء بأنه التعديل جرى كما تشتهي. أريد أن أضيف أمر على موضوع السيدة نيكي هالي. السيدة نيكي هالي تشكك ليس فقط باليونيفيل، تشكك بالجيش اللبناني. وهذا أمر مستغرب، لأن الولايات المتحدة لا تكف أن تعلم بيان بعد بيان أنها تدعم الجيش وتزود الجيش بالسلاح، وهذا الجيش يفترض أن يسيطر ويبسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية. وبالمناسبة أكبر تكتل موجود لوجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية موجود في مراكز وعلى مقربة من مراكز قيادة المقاومة وحزب الله في الضاحية الجنوبية، على سيرة انتشار الجيش في كل الأراضي. وكان الأمين العام لحزب الله كان قد قال وكرر عدة مرات أن المقاومة في معركة مثلا جرود عرسال هي بإمرة الجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني، وهناك احترام شديد للقرار الوطني، وهناك رئيس جمهورية كان قائدا للجيش، فقامت الرئيس العماد ميشيل عون وهو سيسافر إلى الأمم المتحدة. إذا كانت هناك ملاحظات من قبل الدبلوماسية الأمريكية يجب توجيهها للقائد العام للقوات المسلحة، لا لتوجيه هجوم شخصي على قائد اليونيفيل، لا للخروج عن الأصول الدبلوماسية والتشكيك بتقارير الأمم المتحدة والتشكيك بالجيش اللبناني وبعلاقته وتنسيقه الممتاز مع قوى حفظ هو السلام. طبيعي ربما هذا التشكيك لأحداث نوع من الشرخ بين الجيش اللبناني وحزب الله وربما الأهالي أو البيئة الحاضنة للمقاومة وغيره. بكل الأحوال سنتابع الحديث، سنرى يعني ما إذا كانت الأجواء حرب مقبلة ربما يحضر لها من قبل أي من الأطراف. ولكن بعد الفاصل اسمحوا لنا سيد تننتي عميد جنرال شحرور ودكتور عمر نشابي في بهذا الفاصل، نعود بعده لمتابعة هذه الندوة الخاصة التي تأتيكم من الناقورة، ابقوا معنا. لا تقوم اليونيفيل بعملها كما يجب. تحدثنا كثيرا حول منع النزاع، والحقيقة أنه لا نزاع منذ عام 2006، ومنذ ذاك التاريخ تدفقت الأسلحة بشكل كبير إلى حزب الله وهرب معظمها من إيران. هذا ليس تجنبا للحرب، إنما الاستعداد لها. على اليونيفيل أن تتعاون مع الجيش اللبناني لوقف انتهاك القرار 1701. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة الخاصة، نذكر أننا نقدمها مباشرة من الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة. نذكر بضيوفنا الكرام السيد أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل، الجنرال الرئيس السابق لفرع الاستخبارات الجيش في الجنوب اللبناني العميد علي شحرور، ودكتور عمر نشابي الأستاذ في القانون الدولي. نحن نتحدث تحديدا عن التمديد أو التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان، والتمديد عام إضافي لهذه القوات واعتراض الولايات المتحدة على مهمة هذه القوات. بكل الأحوال تم التمديد تقريبا، بقي القرار كما هو. جنرال علي، أنا فقط أذكر بأن هذا أول ظهور إعلامي لك على التلفزيون، نحن نشكرك على أعطائنا هذه المساحة من الوقت، وحضرتك حاصل على جائزة الملك الإسباني
وسام الملك الإسباني مؤخرا حصلت عليها، نظرا أيضا لهذا التعاون بين الجيش اللبناني والتنسيق واليونيفيل. في كلام أيضا عن تحضيرات معينة نتيجة الامتعاض إن شئنا الإسرائيلي والأمريكي من هذا الدور لليونيفيل، ومما تقول إنه تعزيز للترسانة العسكرية لحزب الله. في أجواء حرب برأيك هذا أولا، وثانيا من المستفيد الأول من قوات اليونيفيل، لبنان أم إسرائيل؟ سؤال مهم. أنا بس بدي أضيف شغلي على اللي تفضل فيه الدكتور. إسرائيل تريد تحويل اليونيفيل إلى برج مراقبة، إلى أن تراقب المقاومة، بل أكثر من هيك، إسرائيل تريد أن يكون اليونيفيل شرطة دولية ضد المقاومة، لحماية أمن إسرائيل. لحماية أمن إسرائيل. اساسا اذا بده يصير في تعديل بالرولز اوف انجيجمنت، قواعد الاشتباك، مثل ما تفضل الدكتور، تفضل اليونيفيل ينشر قواته بالجهه المقابله، هو فايت لعنا بعمق 1000 كيلومتر مربع، كمان يتفضل خلي الامم المتحده تنشر قوات يونيفيل بالجهه المقابله عند العدو الاسرائيلي ويبعد 1000 كيلومتر مربع باتجاه الشمال. هذا يحتاج الى معركه دبلوماسيه أكيد يعني بمجلس الامن طويله. أكيد. إسرائيل لن تستطيع خوض حرب جديدة ضد المقاومة. لماذا؟ إسرائيل اليوم في صراع مع نفسها. إسرائيل في صراع مع مجتمع المدني. حتى الجندي الإسرائيلي بدأ بفقدان ثقته بنفسه. بعد الحروب الخاسرة التي خاضتها إسرائيل بال 2006 وحرب غزة. نعم. إسرائيل اليوم تواجه حرب جديدة وجيل جديد محارب، جيل ثقافته الشهادة وموته حياة. طب كيف إسرائيل بدها تقاتل هيك جيل؟ نعم. وتعاظم قوة المقاومة وامتداد الإقليمي واتباع مبدأ وحدة الجبهات، عراق، سوريا، إيران، لبنان، قوة ضاربة هائلة لن تستطيع إسرائيل هزيمتها، خاصة بالجنوب. جنرال نحن نتحدث عن منطقة بيئة حاضنة 100% للمقاومة، الحجر مقاومة والشجر مقاومة وليس البشر فقط مقاومة. وبالتالي إذا سمحت لي أنه العنصر الأساسي عندما نتحدث، وأنا أعتقد أن عندما يتناول العميد شحرور موضوع المقاومة يتناول القوة الأكبر لدى المقاومة وهي الشعب، الشعب المقاوم. أنا بدي أعطيكي بس مثل صغير. دعيت مرة لزيارة موقع متقدم للمقاومة. القائد الميداني الموجود قام عم يشرح، أنا وضابط آخر عم يشرح شو في مقابله. الشرح اللي شرحه مش ممكن تتصوري انه اسرائيل تقدر تقاتل هيك جماعة. اول شيء بيعرفوا مين في مقابلهم، شو اسم المركز، شو اسماء العناصر، مين امر المركز، امتى بيتبدل المركز، امتى نوبات الحرس، مين الرتيب الامر، ومين الضابط امر المراكز كلها. عندهم استطلاع رائع، يعني مش ممكن يكون موجود بجيش اخر. يعني مبدأ اعرف عدوك، تتحدث عن المقاومة، استخبارات المقاومة، مقاومة عم بحكي عن المقاومة، اعرف مبدأ اعرف عدوك، المقاومة مطبقته 100%. فكيف بدأ إسرائيل تقدر تقدم على هيك حرب بعد ما اكتسبت المقاومة كمان خبرة قتالية أكبر وأكبر بقتالها بسوريا
وبالحدود الشرقية. اليوم المعركة المقبلة هي معركة إقليمية وليست محلية، فرضت نفسها إقليمية، لذلك لن تتجرأ ربما لن تتجرأ. اليونيفيل مين المستفيد منها بشكل أساسي بهذه الحال وفق هذه المعطيات؟ اليونيفيل استفادت إسرائيل منها أنه اليونيفيل أنقذ من أزمة داخلية كبيرة بعد 2006. شفنا كيف سقط أولمرت وشفنا لجنة التحقيق فينوغراد. صحيح. لبنان استفاد اقتصاديا، أنعش المنطقة واستفاد اجتماعيا، واليونيفيل قدموا تقديمات إنسانية ومالية كبيرة لكل القرى، ولكن المستفيد الأكبر هي المقاومة. كيف استفادت؟ استفادت أنه المقاومة ارتاحت وامتدت إقليميا، أصبحت مقاومة إقليمية أكثر ما هي مقاومة محلية، وحتى أصبحت رقم صعب بالمعادلة الإقليمية. بالكلام على الإقليمي قبل أن أنتقل إليك سيد أندريا، في دور روسي أيضا، قيل أنه روسيا لوحت بالفيتو في حال تمت الإشارة إلى حزب الله في القرار في التمديد للتفويض الممنوح للأمم المتحدة. في معلومات أكيدة حول هذا الموضوع، أنه إذا تقاعس الفرنسي مثلا أو تراجع ربما روسيا تستخدم الفيتو؟ لهذه الدرجة وصلت الأمور؟ مش تقاعس، إذا رضخ للضغوط الأمريكية الأمريكية كان ممكن أن تتدخل روسيا، بس بأي شكل دبلوماسي ما في فيتك. طيب سيد تيننتي، تتوقعون أي توتر إضافي على ضوء هذه المعطيات وما جرى في مجلس الأمن؟ تتوقعون توتر في هذه المنطقة، أي تحركات مقبلة؟ نحن شهدنا مناورات، أكبر مناورات تقوم بها إسرائيل يعني مؤخرا. في عندكم مخاوف معينة من إمكانية اندلاع، إن لم نقل حرب، مواجهات ما أو اشتباكات من أي نوع؟ We'll try to be very, very concise, straight to the point. سأحاول أن أتحدث باختصار وأشير إلى النقطة المحددة كي أبتعد عن هذا النقاش عما قد يحصل وعما قد حصل، لأن هناك فرق كبير بين اللغة أو الخطاب والواقع. شاهدنا خطاب متوتر خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا الخطاب يختلف بشكل جذري عما نشهده على الأرض. بالتالي سأحاول التركيز على الحقائق بدلا من التركيز على النقاش الذي حصل قبل أو خلال تمديد مهمة اليونيفيل، لأن القرار اتخذ بالإجماع والجميع كان يدعم التفويض والجميع أيضا كان يدعم عمل اليونيفيل. أريد أن أضيف أيضا بالحديث عن الخطاب والحديث عن الحرب، عندما نعقد الاجتماعات مع الأطراف المعنية كل طرف يريد أن يحافظ على الاستقرار، ونحن هذا الاستقرار الذي تمكننا من العمل عليه خلال الأعوام الأحدى عشر الماضية. بالتالي هناك التزام كامل من قبل الأطراف بعدم تغيير الوضع. نعم نسمع الكثير من الكلام وخطاب تصعيدي، ولكن الحقيقة هي أنه في كل مرة تجري فيها الاجتماعات، واجتماعات عدة أكثر من 100 اجتماع خلال الأعوام الأحدى عشر، ليس اجتماعات ثلاثية ولكن اجتماعات ثنائية مع الأطراف من أجل بحث الأمور المتعلقة بوقف العمليات العدائية والحفاظ على الوضع المستقر في الجنوب. وفي أي مرة لم نشهد أو لم نسمع أي كلام عن إمكانية الحرب، لن نسمع ذلك على الإطلاق. بالتالي هناك التزام بوقف العمليات العدائية والتزام بقرار 1701 والحفاظ على الاستقرار على الأرض. نحن نعمل على ذلك، وهذا ظاهر بشكل واضح في الجنوب. التنمية الاقتصادية في الجنوب هذا شيء مرة أخرى غير مسبوق، وكذلك العمل مع الجيش اللبناني والجيش، عودة الجيش اللبناني وعودة سيادة الجيش إلى الجنوب، هذا عنصر مهم آخر. بالتالي لا أرى أي خطر. ولكن في أيضا كلام عن ميزانية أو إمكانية تقليص ميزانية اليونيفيل، ربما في إطار الضغوط اللي ممكن تمارسها الولايات المتحدة. تخشون صار حديث معكم كقيادة يونيفيل بموضوع التمويل، إمكانية تقليص الميزانية الممنوحة لكم؟
بالتأكيد هذه مشكلة عامة ليس فقط بهذه مع هذه القوات قوات حفظ السلام ولكن في قوات أخرى، ولكن يجب القول أنه تم المصادقة على الميزانية فقط تقليص 2%، وهذا التقليص صغير مقارنة مع قوات حفظ السلام الموجودة في دول أخرى. بالتالي حتى من الناحية المالية هناك التزام من قبل الدول الأعضاء على الحفاظ على نفس مستوى الدعم المالي لمهمة اليونيفيل، وهذا أمر مهم جدا ليس فقط للمهمة على الأرض، ولكن هناك عنصر مهم آخر، القوات البحرية التابعة لليونيفيل. هذه القوات الوحيدة 7 سفن موجودة تابعة لليونيفيل، وهي تراقب على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني والدولة اللبنانية. بالتالي من الناحية المالية التقليص كان صغير جدا. أعتقد أن الولايات المتحدة تساهم ب 500 مليون دولار ل 50 مليون دولار، الرقم صحيح بالنسبة لتمويل يونيفيل أو أكثر؟ كلا، الميزانية العامة تقريبا 490 مليون دولار. نعم صحيح، 500 مليون. وبالطبع الولايات المتحدة هي المساهمة الأكبر في عملية حفظ السلام، ولكن هذا الرقم لا ليس صحيح. عن التمويل مستوجبات يمكن بحث عن مصادر أخرى، هذا ليس يعني لا يشل عمل اليونيفيل. هذا ربما شبيه بما جرى بالمحكمة الدولية وليس قرار أمريكي. ربما يشير يعني يمكن مقارنته بما جرى بالمحكمة الدولية بما يتعلق. لا، الموضوع مختلف، لأن المحكمة بمسألة التمويل تحديدا أنه في المحكمة الدولية هي كيان شبه منفصل، فبالتالي قضية مختلفة. ولكن هل تسمح لي أن أستمر أستكمل الإجابة على السؤال من المستفيد؟ أي تفضل. هل لبنان؟ أنا أعتقد لبنان مستفيد طبعا كما قال العميد شحرور من وجود اليونيفيل، المقاومة مستفيدة، ولكن أيضا الجمهورية اللبنانية مستفيدة، وكل دول مواجهة العدو الإسرائيلي مستفيدة، لأن إذا اليونيفيل عملت بشكل دقيق بحسب ما ورد في القرار 1701، فإذا هي المرجع الذي يرصد الأعمال القتالية والأعمال العدائية نحن نسميها على لبنان، وهي كما عدتها 7000 في الفترة الأخيرة. وبالنقطة الثانية، الإسرائيليون اليوم يتباهون في بعض وسائل إعلامهم، وبعض المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية تقول أنهم يعني نجحوا بزيادة أو بالوصول إلى هدفهم، ومنه زيادة عديد اليونيفيل. عديد اليونيفيل المذكور بالقرار 1701 ب 15,000، والعدد اليوم هو 10,500، وبالتالي إذا زاد 10,500 ويصل إلى 15,000. حتى لو زاد الرقم يعني ووصل إلى 15,000 نبقى ضمن سقف 1,701. إذا قام الإسرائيليون بنفس القصف والتدمير الذي حصل في عدوانهم عام 2006، فهذا يعني أن عدد أكبر بكثير من عناصر اليونيفيل سيكونوا من الضحايا، وليس فقط المواطنين اللبنانيين. اليوم اليونيفيل منتشرة في الجنوب، إذا الإسرائيليون قاموا بعمل عدائي ضد لبنان سيكون هناك ضحايا من أصدقائنا في المجتمع الدولي الذين يعملون تحت سقف الأمم المتحدة. وطبعا هذا أمر مهم جدا ويجب أن نتوقف عنده. وجود الأمم المتحدة في لبنان هو وجود في جانب معين، هو عامل استقرار. نحن تمكننا أن نحرر بلدنا من الاحتلال، ووجود الأمم المتحدة هو برأينا نحن كلبنانيين هو للحفاظ على هذا التحرير وعلى الاستقرار، ونتطلع إلى وجود حل وتسوية عادلة وشاملة للقضية المركزية لنا كعرب، وهي القضية فلسطين وعودة وحق العودة بحسب القرارات الدولية. لدينا لاجئين فلسطينيين، نحن بطريقنا إلى هنا مررنا بمخيمات البؤس. شعبنا الفلسطيني، هؤلاء المدنيون يعانون من كل المشاكل، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، نقص في اعتبارات للكرامة الإنسانية، هذا شيء غير مقبول في القانون، وهذه مسؤولية صحيح. الأمم المتحدة ومسؤولية الدولة أيضا، وطبعا مسؤولية الدولة، ولكن القضية قضية دولية، ونحن نتطلع أن يقترب المجتمع الدولي. ولكن مع الأسف مع وجود
إدارة كالإدارة الموجودة في واشنطن لا يمكن أن نعقد أمال كبيرة. نعم، ومع وجود يعني دعنا نقول حكم في الدول العربية كالموجود حاليا، يعني في ميل نحو التطبيع بشكل كبير جدا شديد. مع بلدان لا تربطها يفترض بإسرائيل أي اتفاقات. مسألة، أعود إلى مسألة التنسيق جنرال بين الجيش اللبناني وإسرائيل عن طريق اليونيفيل، من خلال اليونيفيل مش بشكل مباشر طبعا، الاجتماع الثلاثي. فيك تشرح لنا لو سمحتوا، حضرتكم كنتم بأجواء هذه الاجتماعات، كيف تتم هذه الاجتماعات؟ هي بتتم بناء لطلب اليونيفيل كل فترة معينة، ممكن تكون كل شهر، كل اثنين، كل ثلاثة، تعتمد على الوضع العام بالجنوب. يعني إحداثيات معينة أو تحركات معينة تستدعي اجتماع من هالنوع؟ هيدا واحد. اثنين، بينطرح فيه كمان شو الفيوليشنز، الخروقات اللي صارت خلال هالفترة. نعم، تنطرح بالاجتماع الثلاثي. ولكن مع الأسف، مع الأسف الاجتماع الثلاثي لهلأ لم يعطي نتيجة، لم يعطي نتيجة أبدا. هل وقفت الخروقات الإسرائيلية؟ هل قدرنا نفتح طريق الأس ديوان؟ بدي أقول لك شو طريق الأس ديوان. هو الطريق المحاذي لبلدة الغجر. نعم. أرض لبنانية، أرض طريق لبنانية. مسكرين اليونيفيل بناء لرغبة إسرائيل. إسرائيل تمارس سياسة الإملاء والإحراج. هذا يسأل، هذا السؤال يوجه للسيد تننتي بعد قليل لو سمحت. أنا عم بحكيك شوي من منطلق خبرة. نعم. سياسة الإملاء والإحراج، اليونيفيل يعني متحمسين جدا لتطبيق كامل بنود الاتفاق 1701، متحمسين جدا لخدمة الأهالي في الجنوب. طب نحن صرنا عم نعمل اجتماعات ثلاثية 5-6 سنين. القرار 1701 صدر بآب 2006، بثلاثة آب 2006، لهلأ ما انفتح الطريق الأس ديوان. 14 آب 2006. لهلأ طريق الأس ديوان ما قدرنا نفتحها، مع أنه هي تربط بلدة الغجر، عفواً بلدة عين العرب، بعباسية الغجر. طول الطريق حوالي 3.2 كيلومتر. بيوفر على المواطن هناك إذا بده يروح من عين العرب للغجر بيوفر 15 كيلومتر مسافة. لهلأ ما قادرين نفتحه. حتى في المياه الإقليمية في جانب خط منها الطفافات. خط الطفافات هيدا إسرائيل وضعته سنة 2000. نعم. عملت كل طفاف بقطر حوالي مترين، ارتفاع 4 أمتار. نعم. ومدته من اعتبارا من الشط ل 300 متر مسافة داخل المياه الإقليمية، حطت أول طفاف، ومدت الطفافات بعمق 7 كيلومتر. قال هيدي شو؟ هيدي الحدود المائية. اثنين، هيدي السيكوريتي زون، منطقة آمنة. إسرائيلي بيجي لهونيك بيعمل قادر يوصل على خط الطفافات ويعمل له صيانة. نحن إذا تحرك اللي هو مفروض بالأراضي اللبنانية، بمياهنا الإقليمية إذا تحرك زورق صيد له على المنطقة لهونيك تطلق علي إسرائيل النار. نعم. طيب تسمح لي صرخ لي كفي. منطقة الفورتين بي كمان، هيدي منطقة محاذية لبلدة الغجر، كمان بعدها مسكرة علينا، لأنه إسرائيل غير راغب بفتح المنطقة، وغير راغب بفتح الأس ديوان، وغير راغب بإزالة الطفافات. يعني تشكل خطر عليها إذا تم فتحها؟ هي تعتبر هيك. تعتبر هيك، ولكن أرضنا هيك. نعم. هيدي أرض. سيد تننتي، هل هناك إملاءات وضغوطات يعني كما فهمنا من الجنرال علي شحرور من قبل إسرائيل لي عرقلت فتح طرقات معينة، وما زالت واضح أنها تحتل مياه إقليمية، طرقات يعني تغلقها أو تقفلها من دون مبرر؟ يعني مش مهمة اليونيفيل في هذه الحال أن تتدخل؟ No, that's why I would like to go back also to the tripartite issue. كلا، أريد أن أعود إلى موضوع الاجتماعات الثلاثية حيث يتم بحث هذه الملفات. أعتقد أن الاجتماعات الثلاثية كانت عنصر مهم للغاية من أجل خفض الاستقرار.
بالتالي هذا الاجتماع لم يكن موجود، هذه الآلية لم تكن موجودة في عام 2006 خلال ما حصل أحداث العديس حيث قتل بعض الأشخاص. حينها الاجتماعات الثلاثية كانت مهمة جدا من أجل خفض الاستقرار وإعادة الأطراف إلى الطاولة والعودة إلى وقف العمليات العدائية. بالتالي هناك الكثير من النماذج والأمثلة حيث أن الاجتماعات الثلاثية تبين بأنها لعبت دور مهم، ويجب القول خلال أكثر من 100 اجتماع لم نرى خروج أي طرف من الاجتماعات، ليس فقط فيما يتعلق بالوضع المتأزم وأيضا ما يتعلق برسم الخط الأزرق. تحدث عن طريق SD1، لا نزال نجري نقاشات لأنه خبير، يعني he's expert، خبير بهذه المنطقة. بالطبع ونحن نقيم هذه الخبرة، نقيم خبرة الجنرال شحرور، وأنا أتفق هناك الكثير من المناطق، هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نعالجها. هناك براميل وضعت على خط الأزرق من أجل منع الانتهاكات من قبل أي طرف، وهذا عمل مستمر لأنك كما تعرفين لا وجود لحدود بين البلدين، ولكن هذا الموضوع يتم بحثه خلال الاجتماعات الثلاثية. هناك قضايا تحتاج إلى حل، هناك مناطق غير متفق عليها بين الطرفين، وهذه عملية مستمرة. نقوم ببحث هذه الملفات ليس فقط الاجتماعات الثلاثية ولكن الاجتماعات الثنائية. نحن نهدف إلى حل كل هذه المشاكل، لهذا السبب نحن هنا ونحن نعمل على هذه التحديات، ولكن صحيح لهذا السبب نحتاج إلى هذه الاجتماعات، اجتماعات ثلاثية وكذلك ثنائية، وذلك من أجل خفض التوتر. أيضا نعمل على مساعدة المزارعين من دون أي خوف من الانتهاكات. كما قلت هذا عنصر مهم، موضوع الاجتماعات، اجتماعات يجب أن تستمر. يناقضك تماما في مسألة يعني أهمية الاستماعات، يقول أنه مفيدة جدا، حضرتك تقول أنه ما في فايدة منها لأنه ما شفنا أي نتيجة لهلا. على الأقل خفض التوتر كما يقول، يعني هي بنهاية المطاف استماعات ل يعني لنقاش أي موضوع مطروح أو أي توتر يمكن أن يصدر. هي بالشكل بالشكل أنه بتخفض التوتر، ولكن هل استطاعت وقف الخروقات الإسرائيلية؟ بس بدي أعلق على شغلي قال السيد تينتي، عندنا 13 نقطة تحفظ على الخط الأزرق. الخط الأزرق هو خط يمتد من الناقورة حتى جرود شبعة، مزارع شبعة، بطول 114 كيلومتر، رسمته الأمم المتحدة بشخص تيري رود لارسن عام 2000. نعم، وسمي خط الانسحاب، منه خط حدودي. إسرائيل تسعى جاهدة لتكريس خط حدودي. نعم، تسعى جاهدة لتكريس خط حدودي، هيدا اكيد مش راح يصير. هو خط تقني بالنهايه، هو خط الازرق. خط الازرق وهمي. بس نحن تحفظنا كدوله لبنانيه على 13 نقطه لانه نحن نعتبر خط الهدنه، خط 49 هي الحدود الدوليه المعترف فيها دوليا واللي موافق عليها اسرائيل. واضح. عشان هيك تحفظنا على 13 نقطه فيها. بس للتوضيح. تفضل، كنت قبل ان نذهب الى الفاصل. يعني بشكل سريع علينا التواريخ، فالتاريخ صدور قرار 1701 و11 11 اب ليس 14 11 اب تم مناقشته. لا، صدور القرار، صدور القرار بليلة ليلة السبت 11-12 آب. في القرار نستفيد من هذه الحلقة لنبحث بعض الأمور مع السيد تنانتي. مثلا في القرار بعد الفاصل لتاخذ راحتك لو سمحت. ما مشكلة، أنا بأخذ راحتي دائما. شكرا. فاصل قصير وأخير، نعود بعده لمتابعة هذه الندوة الخاصة. مشاهدينا ابقوا معنا. السعي الأمريكي البريطاني خدمة لإسرائيل لتعديل القرار الدولي 1701 وتعديل مهام قوات اليونيفيل لتتحول إلى قوات في خدمة أمن إسرائيل، وهذا يتناقض بالماهية، يعني كما يقولون ماهويا جوهريا مع مهمة قوات اليوان والأمم المتحدة، لكن بحمد الله عز وجل فشلوا.
اليونيفيل مهمة على حدود الاشتباك، هو عنوان ندوتنا الخاصة لهذه الليلة، نقدمها لكم من الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة. قبل الفاصل دكتور عمر كنت تتحدث، كان لديك بعض الملاحظات ومهم نتحدث عن القرار 1701. القرار 1701 هو المرجع الأساسي لعمل اليونيفيل في لبنان، طبعا استكمالا لقرار 425 و426. هذا يكمل لأن اليونيفيل وجدت منذ أول احتلال الإسرائيلي الذي بدأ للبنان لضمان الانسحاب الإسرائيلي وقتها، وتوسعت مهمتها لضمان أو مراقبة وقف الأعمال العدائية بعد 2006. في الفقرة 11 ونقرأ النص، هذا نص شبه قانوني، هذا نص قانوني. إحدى مهمات المهام المذكورة، من بين المهام المذكورة في الفقرة، بمرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية، القوات المسلحة وليس فقط قوات البرية، القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، يعني بحرا يعني جوا هذا يضم أيضا المياه الإقليمية اللبنانية في الجنوب بحسب النص القانوني. وبالتالي إذا أتت البحرية اللبنانية مع زوارق لمراقبة الخط، أيضا يجب أن يكون هناك خط انسحاب بحري، الخط الأزرق البحري، هذا لم يتم ترسيمه ولم تعطى توجيهات لليونيفيل بالقيام بهذه المهمة. ولكنني أتحدث من الناحية القانونية وانطلاقا من النص، أعتقد أن البحرية اللبنانية من حقها، والمياه الإقليمية هي جزء من الأراضي التي هي يفترض بحسب القانون الدولي أن تكون تحت سيادة الدولة اللبنانية، وبالتالي إشراف وحماية ومراقبة الجيش اللبناني بمساعدة اليونيفيل. لم يجرى التعامل مع هذا الجانب، واليوم يصبح هذا الأمر أمر مهم جدا، لأن هناك موارد طبيعية، الغاز والبترول وموارد طبيعية في البحر، ونحن لا نريد وليس من مصلحة أحد أن يتحول هذا الأمر إلى حرب طاحنة يدمر يعني. ونحن نعلم أن عندما يكون هناك مصالح كبرى هناك مخاطر كبرى، وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر وتسويته على المستوى الدولي. ونعتقد أنه يفترض أن يكون هناك خط أزرق بما يتعلق بحري. بالمياه الإقليمية. وربما لماذا لم يرصد هذا يعني في القرار؟ يبدو أن خلال الفترة الأولى عندما كان هناك تفاوض حول القرار هناك بعض المواقف التي لم تكن على المستوى المطلوب من قبل الحكومة اللبنانية، من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين، ربما عن قصد أو غير قصد، ربما لم يتم التنبه لهذا الأمر. ولكن أعتقد إذا أردنا أن نحافظ على مصالحنا اللبنانية العليا، هذا الأمر من الأولويات. هذه الموارد الطبيعية هي ملك للشعب اللبناني، ويفترض من مهام الجيش اللبناني حماية مصالح الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. طيب، ذكرنا قبل قليل جنرال شحرور مسألة المناورات اللي أجرتها إسرائيل، هي أكبر مناورات من نوعها على الحدود الشمالية وعلى الحدود الشرقية. ما أهمية هذه المناورات؟ ما مغزاها؟ ما توقيتها؟ مغزى التوقيت يعني؟ آخر مناورة سميت بمناورة، أو نحن سميناها مناورة الفيالق، اشترك فيها حوالي 13 فرقة إسرائيلية، يعني ما يقارب 30 ألف عسكري. ضخمة جداً طبعا. يعني مناورة إقليمية. هيدا اللي قلت لك إياه، إنه صارت المقاومة على صعيد إقليمي، على صعيد إقليمي، مناورة إقليمية. ولكن هيدي المناورة صحيح بالشكل تحاكي حرب مع حزب الله، ولكنها بالعمق تحاكي السقوط الإسرائيلي، تحاكي كيفية تحصين الجبهة الداخلية والمجتمع المدني الإسرائيلي اللي أصيب بالإرباك والقلق. تحاكي كيفية إعادة الثقة بالنفس للجندي الإسرائيلي، من شان هيك اعتمدت على قوى البر أكثر من قوى الجو. وهون سقطت العقيدة العسكرية الإسرائيلية اللي كانت تعتمد على الطيران لحسم المعركة بشكل سريع، فاعتمدت فيها على المشاة، على قوى البر. هيدي الإعادة الثقة بالجندي بالجندي. ولكن هل هي معناتها مقدمة للحرب؟ أكيد لا. إسرائيل كما ذكرت سابقا لن تستطيع خوض حرب أخرى. هون بتسترجعني الذاكرة
مناورة عملتها إسرائيل من حوالي ثلاث أربع سنين اسمها مناورة كوبرا. مناورة كوبرا هي الأهم مش هيدي، لأنها كان في مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي. إسرائيل لن تستطيع خوض حرب أخرى دون المشاركة المباشرة من الجيش الأمريكي، وهيدا اللي عبر عنه مائير جولان، هو هيدا نائب رئيس أركان سابق، قال إسرائيل لن تخوض حرب أخرى دون المشاركة المباشرة من الجيش الأمريكي. وهذا لافت في الواقع. طيب، هو مش فقط إسرائيل اللي يعني قامت بتحركات عسكرية، أيضا يجب أن نلفت النظر إلى مقرات اليونيفيل التي ضربها الإرهاب، يعني في أكثر من مرحلة وفي أكثر من مكان، في خشية من عناصر ومجموعات إرهابية مسلحة لضرب اليونيفيل لأهداف يعني ما طابور خامس أو غيره. In the south of Lebanon. No. في جنوب لبنان. Well, we have a very close, as I said, coordination. كما قلت لدينا تعاون عن كثب مع الجيش اللبناني ومع الاستخبارات اللبنانية ومع الأمن العام من أجل البحث في الوضع الأمني في جنوب. بالتالي نجري التقييم بشكل دوري. حاليا الوضع في جنوب والأمن ملائم والإجراءات الاحترازية تتناسب مع الظروف. نحن قوات حفظ السلام. بالتالي كقوات حفظ السلام نحن نعمل في أماكن مضطربة، ولكن حاليا الوضع كما قلت في الجنوب وضع مستقر. نحن نراقب الوضع عن كثب، وكما قلت نحن نراجع الوضع بشكل دوري مع الشركاء الاستراتيجيين في الجيش اللبناني، ولكن حاليا الوضع كما قلت وضع مستقر، ونحن نتوقع الحظر الشديد. وبالتأكيد الأمن مسألة في غاية الأهمية للقوات اليونيفيل. بكل الأحوال مهمة اليونيفيل ليست فقط يعني عسكرية كما يوحى للبعض أو مراقبة التوترات والمواجهات. أنتم تقومون كما ذكر العميد بحملات وبخدمات يعني بناء علاقات مع أهل هذه المنطقة. حدثنا لو سمحت أكثر عن هذا الجانب. As has been mentioned several times, we have been here since 1978. So the presence of UNIFIL is a very well-known and بالتالي وجود اليونيفيل مسألة معروفة. وبالفعل هناك قبول بنا، السكان الجنوب يرحب بنا، وأيضا السكان هذه المنطقة. صار في علاقات زواج صحيح؟ يعني صار في تزاوج ببعض الأحيان من. There have been, of course, there have been during this year. نعم، بالتأكيد خلال هذه الأعوام تقريبا 40 عام علاقات زواج، وحتى كما ذكرت سابقا هناك البعض الذي يتحدث بلهجة إيرلندية عندما يتحدث اللغة الإنجليزية. بالتالي نحن بالفعل نمارس حتى الأنشطة، ليس فقط نشاطات عملنية على الأرض وليس فقط دوريات، كما أننا نعمل في جنوب ونقدم المساعدة ونوفر حتى خدمات الطبية، نقوم بإعادة الأعمار للبنى التحتية. ولكن الأهم بذلك بهذا الوقت أن نعيد السلطة، سلطة الدولة إلى جنوب. لأول مرة هناك وزراء من الحكومة اللبنانية يأتون إلى جنوب لبنان. لدينا زيارات دورية من قبل وزراء الدفاع وأيضا رئيس الوزراء والرئيس. بالتالي هذه الأعوام الماضية كانت في غاية الأهمية. من المهم جدا للسكان الجنوب أن يرى عودة سلطة الدولة إلى هذا المكان، ونرى أيضا تطور هذا الموضوع، وهذا عامل بغاية الإيجابية. ودائما تعامل السكان هنا تعامل إيجابي، والمؤشر على ذلك أنه خلال هذه الأعوام هناك أحداث أو حالات قليلة جدا من التوتر بين السكان، وتم حل أي مشكلة بغضون ساعات. بالتالي من المهم جدا أن نحافظ على هذه العلاقات، والسكان هنا يفهم الدور الذي نقوم به، الدور الذي نقوم به منذ تقريبا 40 عام. في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد اليونيفيل والأمم المتحدة، الأمن الاجتماعي هو الذي يؤمن السلامة أولوية. وبالتالي كما تفضل، العلاقة مع الأهالي هي أساسية وضرورية، وقد نجحنا باعتقادي أن نتخطى بعض الفوارق الثقافية الحضارية ربما، لأن هناك قرى يعني فيها بعض التحفظ على بعض
بعض سبل العيش وبعض العادات والتقاليد، ولكن أعتقد هذه الأمور تمت معالجتها، وأعتقد استفدنا جميعا لأننا تعرفنا على ثقافات أخرى، وهذا ما يسمى بتلاقح الثقافات، وهذا أمر فيه تبادل اجتماعي، وهي من مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ليكون هناك تعارف بين مختلف الثقافات، وهذا أمر إيجابي جدا. حصلت كما تفضل بعض الأمور، يعني هناك قوة عسكرية، ولكن العلاج دائما العلاج هو من خلال الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو السلطة المركزية والأساسية، وبالتالي أي مشكلة مع الأمم المتحدة تعالج من خلال قيادة الجيش اللبناني الذي هو السلطة القانونية على الأرض التي تتحكم بكل المشكلة. علما أنه إسرائيل لم تكن تعير الجيش اللبناني يعني أهمية، ربما حادثة العديس اللي ذكرها سيد تننتي العام 2010 مش بال 2006 بالمناسبة هي التي يعني فرضت الجيش بالنسبة لإسرائيل على الأقل كقوة موجودة وحاضرة في أي وقت. لنستذكر معا أن إسرائيل عملت وخصصت جهد ضخم لانقسام الجيش اللبناني عبر فتح ميليشيا هي فرع من جيش لبنان الجنوبي في الفترة السابقة، ووضعت موارد كبيرة لشق الجيش، وبالتالي ما يؤذي الإسرائيليين أكثر هو وحدة الجيش أن يكون قوي ووقوف الشعب قوي مع الجيش ومع المقاومة. هذا الذي يزعج الإسرائيليين. قبل هذه النقطة لو سمحت، 1701 ممكن تعديله أو تغييره تحت أي سبب؟ قرار ثاني لتعديله، يعني بده يطلع قرار عن مجلس الأمن وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن يستوجب النقاش بشأن هذا الأمر في كواليس مجلس الأمن مع القوى الكبرى وخصوصا القوى الخمس الذين يعني الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا الأمر مستبعد بالوقت الحالي بسبب الوضع السياسي العالمي، فبالتالي ما في أولوية ربما للوضع اللبناني. نعم، والوضع مستقر، يعني أنا لا أرى لماذا الحاجة إلى تعديل هذا القرار، يعني لا أرى القرار صياغته دقيقة جدا وصياغته تشمل عدة نقاط كما أثرنا، يمكن أن تشمل الموضوع الأملاك البحرية اللبنانية. فأنا برأيي القرار بحد ذاته هناك ملاحظات تنفيذية من قبل بعض الجهات في الأمم المتحدة يمكن معالجتها في إطار تنفيذي من خلال القوى التنفيذية داخل، وإذا كانت ملاحظات أكرر يفترض متابعتها عبر قنوات دبلوماسية مع الدولة اللبنانية. سيادة العميد، أنا بس بدي أضيف شغلي على المناورة الأخيرة. نعم. إن اعتمدت مبدأ الهجوم والدفاع لأول مرة إسرائيل دفاع. إيه؟ لأول مرة إسرائيل تعتمد مبدأ الدفاع، معناتها عند إقرار إنه إذا صار معركة مقبلة ستنتقل هذه المعركة إلى أراضيها. علما إنه مسمى يعني زورا جيش الدفاع الإسرائيلي، يعني الجيش الإسرائيلي اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي. طيب بشكل عام سيد تننتي، أنتم فهمنا من حديثك أنكم مطمئنون للوضع، الوضع مستقر، العلاقة جيدة مع السكان المحليين، نعيد ونؤكد أنه ليس هناك أي يعني إشارات للاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة أو إسرائيل بموضوع الأسلحة وتهريب الأسلحة، يعني هذا موقف رسمي منكم كيونيفيل. الموقف الرسمي كما قلت سابقا، الوضع مستقر وهو مستقر منذ 11 عام، لدينا التزام من قبل كافة الأطراف، وكل طرف يريد أن يحافظ على الاستقرار في الجنوب، وكل طرف لا يريد فقط الحفاظ على الاستقرار وإنما الحفاظ على وقف العمليات العدائية. هل هذا كاف؟ ربما علينا أن نبدأ بالتفكير حول كيفية التحرك قدما، كيف نستطيع أن ننتقل من وقف العمليات العدائية إلى وقف إطلاق نار دائم، ولكن بالطبع هذا هو الحل على الأمد الطويل، ولكن حاليا الوضع مستقر، هناك التزام من قبل كافة الأطراف، وهذا الشيء لدينا تأكيد من كافة الأطراف حول هذا لا الموضوع. تتوقعون أن يثار نفس الجدل في السنة المقبلة مثلا، لأنه في تمديد روتيني لمدة عام لتفويض الممنوح لليونيفيل، لا تتوقعون أن يثار هذا الجدل مرة ثانية أو في ضغوطات ربما تمارس على قيادة اليونيفيل؟ لا يمكنني أن أتوقع أو أتكهن بالمستقبل، لن أتحدث عما قد يحصل العام المقبل،
عندما يتم تمديد تصويت اليونيفيل حاليا هناك دعم لقيادة اليونيفيل، هناك أيضا دعم لقوات حفظ السلام الموجودة على الأرض، هناك قرار بالإجماع على تمديد مهمة اليونيفيل، تم تمديد هذه المهمة. التصويت كما قال الدكتور عمر، التصويت والمهمة هي مهمة واضحة والمهمة كانت ناجحة والتصويت كان ناجح. لماذا لا يوجد جنسيات عربية من ضمن الجنسيات المشاركة باليونيفيل؟ قطر شاركت، كان في قطر شاركت قطر. هي المرة الوحيدة ربما اللي كان في جنسية عربية. It's up to member state. We had Qatar in the past. هذا أمر عائد إلى الدول الأعضاء. قطر سابقا نعم ساهمت، لدينا 41 دولة تقريبا، أعداد كبيرة. هذا أمر يعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر هل تريد بالفعل إرسال قوات حفظ السلام. بالتالي مسألة تعود إلى كل دولة أن تصوت وترسل قوات. حاليا لدينا 41 دولة، وسابقا كان لدى قطر لتتصدرها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مبدئيا في الإجراءات العملانية على الأرض، صحيح؟ نعم، هناك أيضا وجود إندونيسي كبير، كتيبة إندونيسية أكثر من 1400، وكما ذكرت سابقا لدينا قوات فرنسية، إسبانية، ألمانية، لدينا تركيا أيضا موجودة، النيبال، هند، لدينا إندونيسيا. إندونيسيا ذكرت سابقا الكتيبة الأكبر. بالتالي لدينا 41 دولة، وهذا أمر غير مسبوق، عدد كبير من القوات، وهذا يدل على التزام، ليس فقط التزام الدول التي تساهم ولكن التزام المجتمع الدولي بإنجاح هذه العملية. من الناقورة ماذا تقول؟ كلمة أخيرة أو تعليق أخير؟ أنا استعيبا على سؤالك، أكيد بده يصير في ضغوطات السنة الجاي أكيد، ولكن الأوروبيين ما بيقبلوا، الدول المساهمة ما بتقبل القرار. يعني الوجود الوحيد الأوروبي في المنطقة في لبنان، هو في لبنان بعد ما انتفى بالمنطقة. تخاف من أي صدام يحصل في الداخل؟ تفضل دكتور عمر. نعم، أنا أتمنى، أنا أعيد أكرر موضوع الخط الأزرق البحري. أنا برأيي هذا الأمر يستحق المتابعة من قبل الدولة اللبنانية، وأتمنى أن يتم ملاحقته ومتابعته في الأمم المتحدة. لدينا بعض الأمور يعني يجب كان علينا أن نطرحها في الأمم المتحدة، وهذه إحدى الأمور الأساسية. أخيرا، مع نقطة أخيرة ربما يفترض إثارتها، نحن في لبنان لدينا تنوع كبير، لدينا 18 طائفة، لدينا ثقافات مختلفة، والآن لدينا قوة من اليونيفيل فيها 40 دولة، وهذا يزيد من هذا التنوع الغني لهذا البلد. هذا البلد الفريد من نوعه الذي فيه كل هذه الفسيفساء من الثقافات والقيم والأفكار، وهذا يرفع من قيمة لبنان عالميا. ونريد أن يرى العالم ماذا فعل شعبنا البطل في لبنان لتحرير أرضه، وهكذا يتم تحرير الأرض من العدوان الغاصب. وهذا ما يزعج إسرائيل بالدرجة الأولى طبعاً. أنه هذا البلد الصغير يعني يخرج مقاومة بهذا الحجم، شعب بهذا الحجم، وتنوع بهذا الحجم. أنا أشكرك دكتور عمر نشيبي، وحضرتك الأستاذ في القانون الدولي الجنرال العميد علي شحرور. أذكر أنك الرئيس السابق لفرع استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب، حضرتك عميد ركن متقاعد. شكرا جزيلا لك، ومبروك مرة ثانية على وسام الملك الإسباني اللي حصلت عليه. وأنا أشكرك سيد لدي أوسمة كده، هذا آخرها وأهمها ربما محلية. أعتقد أنا وأهمها سيد أندريا تننتي المتحدث باسم اليونيفيل، شكرا على مشاركتك معنا ولحضورك لهذه الندوة. أيضا نشكر كل المساهمين في إنجاز هذه الحلقة، الفريق العامل كله، المخرج حسن راضي، المنتج زاهر أبو حمدي، المشرف العام جهاد نخلي، وكل المصورين والتقنيين. شكرا جزيلا لكم، ويعني أنتم منذ الصباح الباكر في هذه المنطقة. أشكر جزيلا السيد علي سبليني الذي قدم لنا هذا المكان لنخرج منه هذه الندوة. شكرا لكل من تعاون معنا على تنفيذها بهذا الشكل، وإلى اللقاء.
الآن نرافق إحدى دوريات اليونيفيل ونتجه إلى منطقة رأس الناقورة لنرى ما الإجراءات المتخذة من قبل قوات اليونيفيل هناك. وصلنا الآن إلى منطقة رأس الناقورة وهي آخر نقطة حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. هنا تحديداً نرى في المقابل البوابة الوحيدة التي تفصل لبنان عن فلسطين المحتلة، هي البوابة الوحيدة على طول الخط الأزرق، يعني على طول 120 كيلومتر. أيضا ما لفتنا خط سكة الحديد هنا، يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية. هذا الخط كان يصل لبنان بفلسطين المحتلة، خط قطرات، هو يعمل الآن داخل فلسطين المحتلة وللأسف مهمل داخل الأراضي اللبنانية. دورية قوات اليونيفيل الدولية تسير على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع هنا في المنطقة القريبة من الخط الأزرق الذي يبلغ طوله نحو 120 كيلومترا، ونجري دوريات في المنطقة الممتدة على طوله كل يوم. كذلك نتابع مراكز المراقبة في قواعد قريبة جدا من الخط الأزرق، وأحدى أهم هذه القواعد قريبة جدا من هنا، وموقعها وفقا لإحداثيات الأمم المتحدة هو 31,000، وفيها فصيلة واحدة وهي إحدى وحدات القطاع الغربي، وتتولى مراقبة والاهتمام بالبوابة الوحيدة التي تفصل بين لبنان والجانب الآخر، وتراقب إحدى وحدات اليونيفيل تحركات الأشخاص والسيارات على الجانبين. كذلك تستطيع وحدة أخرى التواصل مع القوات العسكرية على الجانبين. يمتد الخط الأزرق إلى البحر، حيث وضعت إسرائيل أكثر من 10 سفن في البحر، فبات من الممكن رؤية هذا الخط بالعين المجردة من هنا، وهو الخط الذي بات مرسوما بالسفن الإسرائيلية، ويمكنك رسمه بوصل السفينة الأولى بالثانية فالثالثة وما إلى ذلك. بعد 11 سنة علاقتنا بالمجتمع جيدة جدا وانخرطنا فيه، ونقوم بنشاطاتنا من دون مواجهة أي مشاكل، وتقوم نشاطاتنا على 3 ركائز، أولاها إجراء دوريات على طول الخط الأزرق، وثانيا تدريب قوات الجيش اللبناني المنتشرة في جنوب لبنان، وأخيرا دعم سكان جنوب لبنان، ونقوم بشتى أنواع النشاطات التي تساعد البلديات والجمعيات المحلية. Thank you very much. شرنقة تبع دودة فراشة هكذا.